جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما استعرض جلالة الملك المفدى مع سمو ولي العهد السعودي أوجه العلاقات التاريخية الراسخة ومسار التعاون الاستراتيجي الوطيد والذي يرتكز على دعائم قوية من التفاهم والتنسيق والعمل المشترك والمصالح المتبادلة، معربا جلالته عن اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.